سوق بيع اللحوم الحمراء في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، حيث يتم بيعها في أجواء يقول الساكن إنها تمس صحة عامة للمواطنين خاصة في زمن كورونا. تشهد اللحوم وفق البعض ارتفاعا يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، فيما يعزو بعض الجزارين الارتفاع إلى أسعار المواشي التي شهدت ارتفاعا يوصف بالكبير بفعل موسم الصيف من جهة وارتفاع تكلفة الأعلاف من جهة ثانية. نحن نطلع مع الحيوان، وقت الحيوان مليهين نحن نقوم مع الحيوان، حان تنوركت يا با الخريف ما بعد قبال اوفر، ما بعد حق بال الارض خرفت الحيوان، ما بعد كال قبال ياك من دوكي اللي قد حد يقل يقوى بسعر سرعه 1400 ولا يعني. وارك الحيوان وركت يا مازال طالع ونحن نبيع. ويعاني السوق وفق المتحدث باسم الجزائريين في المدينه من ارتفاع الرسوم المفروضه عليهم من قبل السلطات المحليه، اضافه الى انتشار القمامه، ويدعو لتخصيص مكان للبيع يستجيب للمعايير الصحيه المطلوبه. راعينا البلديه دار علينا ضريبه كبيره، ونحن نعانوا منه وفينا ياسر مشاكل، خاصه نحن شريحه من الفقراء والمساكين، ونحن هم العاملين ونحن المواطنين في هاي البلد نعانوا من ياسر، ندور الدوله تعطينا لفته كريمه. عديدة هي التحديات التي تعترض العاملين في سوق بيع اللحوم الحمراء في مدينة النعمة في أقصى شرق الموريتاني، الذين يطالبون بلفتة للنهوض بواقع مهنة يزاولها العشرات من أبناء المدينة وتعتبر مصدر دخلهم الوحيد. أحمد بابية، المرابطون، مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي.